السلام عليكم ورمضان كريم، واهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. نرحب بكم وحلقه جديده في مسابقه معارف التراث التي ينظمها قسم شؤون المعارف الاسلاميه والانسانيه في العتبه العباسيه المقدسة. هذه المسابقة الرمضانية الفرقية السنوية التي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية، ونحن اليوم بموسمها الثالث. سنكون في هذه الحلقة ما بين جامعة واسط وجامعة الكفيل، وأكيد نرحب بكل شبابنا اللي مشاركين معنا، محمد ومنتظر ومحمد، وكذلك محمد ومنتظر وموسى. تحياتنا لكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حلقة هذا اليوم. وأيضا مشاهدين الأحبة الكرام، ننوه بأنه هذه المسابقة الفرقية، في كل حلقة هنالك ثلاثة جولات يتبارى فيها المتسابقون في سبيل الوصول إلى الإجابات الصحيحة والحصول على أعلى الدرجات التي يتمكن من خلالها إلى التأهل للمستويات المتقدمة. قيمة السؤال بالجولة الأولى هي 10 درجات فقط، وقيمة السؤال في الجولة الثانية 30 درجة فقط، أما قيمة السؤال في الجولة الثالثة فهو 50 درجة. كل سؤال راح يكون موجه لشخص واحد من حضراتكم في كل جولة، أما السؤال الرابع من كل جولة سيكون مشترك لحضراتكم كمجموعة وليس كشخص واحد. تمام التفقين؟ يعني سؤال واحد مباشر لكل شخص من عندكم في كل جولة، وسؤال مشترك للجميع. إذن نتمنى تكونون جاهزين، ونتمنى تكونون مستعدين وعلى همة عالية واستعداد إن شاء الله يأهلكم إلى الفوز في هذه الحلقة. يلا نبلش وياكم جمهورنا مشاهدينا الأحبة، ونبلش مع الكنترول، ونبلش منين؟ من واسط لو من الكفيل؟ شو تقولون؟ من واسط. يلا جماعه يقولون من الكفيل، والكفيل يقولون من واسط. من واسط. انا كفيل. زين. والبرنامج برعايه العتبه العباسيه. زين، اذا اهل المكان وهم الضيوف. اذا ضيوفنا الكرام، ونروح الى واسط ونبدا وياكم يا واسط، وان شاء الله بدايه موفقه. موسى نبدا وياك. موسى اكرم نعيس من جامعه واسط كليه الهندسه قسم الميكانيك. قراءتي ومعلومات دينيه سابقه يعني قبل لا ادخل الميكانيك، عندي معلومات كافيه يعني. ان شاء الله نطمح نكون من الاوائل المسابقه الثانيه، وان شاء الله السنه المره الثانيه اشارك ان شاء الله نصعد. موسى نروح الى السؤال الاول في جولتنا الاولى. السؤال يقول: بنيت سده الكود في عام 1920، في عام 1938، ام في عام 1925؟ 30 ثانية عندك فقط يا موسى حتى تفكر وتنطينا الإجابة الصحيحة. أتذكر البداية مهمة. 1920 إن شاء الله. 1920. ثبت على الإجابة، عندك وقت متبقي والعداد 30 ثانية، بإمكانك تستثمر وقتك. ثبت إن شاء الله. ثبت 1920. إذن كنترول موسى يثبت على 1920، والإجابة هي خاطئة يا موسى. للأسف الإجابة الصحيحة هي 1938. أنت اختصاصك ميكانيك، مو يم الموضوع. صحيح. شلون بنت الإجابة؟ على أي أساس؟ يعني توقع. توقع. يلا توقع هالمرة ما اجى وياك. تمام، صحيح. ان شاء الله بالجايات اتمنى لك التوفيق. يلا نروح الى محمد. محمد منذر ناصر، جامعه الكفيل كليه طب الاسنان، محافظه النجف الاشرف. لا، المره الثانيه شاركت بالنسخه الثانيه والنسخه الثالثه حاليا. فزنا بالمركز الثاني جامعه الكفيل، نفوز بالمركز الاول نتمنى، يعني طموح موجود ان شاء الله بكل وقت، بس واحد ما يقدر يحدده. شلونك محمد؟ اهلا وسهلا بك. حياك الله. اهلا بك. السؤال يقول: في اتجاه الشرق من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام يقع باب، أي باب يقع في اتجاه الشرق؟ باب القبلة أم باب الساعة أم باب الطوسي؟ في اتجاه الشرق أي باب يقع في مرقد أمير المؤمنين بهذا الاتجاه؟ باب القبلة، باب الساعة، باب الطوسي؟ باب الساعة. ثانية متبقية. باب الساعة إن شاء الله. ركز. لا إن شاء الله مركز. باب الساعة. باب الساعة الاختيار الثاني. ثبت يا محمد. أثبت. نعتمد الإجابة إن شاء الله. والإجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد، وبداية موفقة. إذن باب الساعة هي الإجابة الصحيحة.
10 نقاط لصالح جامعة الكفيل لا شيء معكم يا واسط في السؤال الأول، وهنالك فرصة كبيرة إن شاء الله بإمكانكم التعويض. يلا نروح إلى منتظر. منتظر عبد الله دينار، جامعة واسط قسم العلوم. والله إحنا نطمح لهذا الشيء، بس هي تراثية أكثر شيء. هاي أول مرة، والله إن شاء الله من الثلاثة الأوائل. منتظر، شلون المعلوميات؟ هالمرة مسؤوليتك شوية أكبر إن شاء الله، لأن نريد نعدل النتيجة. سؤالك يقول: معلم حضاري يسمى تل البقرات يقع في قضاء الكوت أو في ناحية شيخ سعد أو في قضاء الأحرار، أين يقع هذا المعلم؟ حاول توصل للإجابة في 30 ثانية فقط. 30 ثانية. نختار إن شاء الله قضاء الكوت. قضاء الكوت الاختيار الأول. الاختيار الأول. متأكد؟ متأكد. كأنك ما واثق يا منتظر. لا ثبت علي. ثبت. قضاء الكوت كنترول. منتظر يقول قضاء الكوت، وقضاء الكوت إجابة خاطئة يا منتظر للأسف. الإجابة الصحيحة قضاء الأحرار. كان بإمكانك تكون أكثر تركيز. عندك معلومة ولا كم ضربة حظ؟ لا، مو وأكثر شيء كان عندي يعني على الكوت تركيزه. زين. يعني عندك معلومة سامع بالموضوع سابقا؟ لو قلت ضربة حظ خلينا نشوف. ضربة حظ. ضربة حظ. والحظ ما أجا وياك. يلا خلينا نشوف الفرصة القادمة إن شاء الله تعوضون من خلالها أكيد. منتظر أيضا. منتظر كمان علي الفضلي، إحنا جامعة الكفيل واسم الكفيل ذو بركة، وإن شاء الله بركة الكفيل نحملها أول مرة. هو المتحمس على مود الفائدة واقعا بغض النظر عن المركز. فائدة توجد علمية اللي يليق بالكفيل وصاحب هذا الاسم هو اللي يحدد إحنا وين نوصل. إحنا بركة اعتبار. مستعد إن شاء الله؟ بحول الله. بحول الله. سؤالك شي يقول منتظر؟ يقول: شاكر خصباك جغرافي وكاتب قصصي ومسرحي عراقي من مواليد مدينة الحلة، البصرة، النجف. أنت اختصاص طب. نعم. الجانب الطبي ما لهم علاقة لا بالكتاب ولا المسرحيين، لو لا؟ صحيح. صحيح؟ زين. بس احنا لازم نجاوب، عندنا 30 ثانية متبقي منها 15. أتوقع خير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطها. تنفعك هاي القاعدة هنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نثبت إذن وين؟ على البصرة. ونروح للبصرة شباب كنترول، خلنا نشوف البصرة. تقول خير الأمور مو أوسطها البصرة. تقول الحلة خير الأمور أقربها. كان نحتاج نروح للحلة. تمام، إن شاء الله تعوض يا إن شاء الله. منتظر بالأسئلة القادمة. خلونا نركز. رجاءً شباب، خلونا نحافظ على لنوصل له، وبنفس الوقت نعدل درجاتنا اللي احنا عليها. يلا محمد. محمد صادق على جامعة واسط كلية طب الأسنان المرحلة الرابعة. هذا التراث الإسلامي، يعني هذا ديننا، سواء كان طب أسنان أو علوم قرآن، يعني هو ديني. مسابقة كلش حلوة أن تدفعنا نقرأ، نتعرف على تراثنا، تراث علمائنا، الكتب المؤلف فيها العلماء، فشي كلش جميل. يعني إن شاء الله أول مرة احنا نطمح للأول. المهمة القادمة لك ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله قدها. انت قدها وقدود ان شاء الله. وسؤالك يقول: كانت ناحيه شيخ سعد سابقا تسمى شو؟ تسمى سوق جنديل ام سوق الوسط ام السوق الابيض؟ انت تعرف ناحيه شيخ سعد باسمها الجديد؟ باسمها الجديد. سابقا شنو كانت؟ ولا مره منا ما لا. قاعد لك يا رجال كبير مسولف وياك شويه. لا والله ابد. ايه؟ انت هم طب. طب اسنان. هم طب اسنان. اي شويه روحوا للتاريخ سولفوا لو ما لكم علاقه. دراستنا صعبه ما نلحق. دراستكم صعبه. اريد اجابه. خلص الوقت. اجابه ان شاء الله الاول. سوق جنديل. جنديل. كنترول. محمد يقول سوق جنديل. اجابه صحيحه. عافية عليك يا محمد. الحظ وياك المرة. تمام. ها؟ إن شاء الله. يلا إذن الحظ ويا الجماعة ما نفع، لكن وياك مشى وصار عندنا 10 درجات الواسط وعشر درجات مثيلة إلى جامعة الكفيل. محمد نشوف الحظ شلون راح يكون وياك. المتسابق محمد نوري هاشم الموسوي كلية طب الأسنان جامعة الكفيل. إحنا طابين ناخذ المركز الأول ونطلع. واثق الخطأ يمشي ملكا. نعم. إن شاء الله. احتمال المعلومة تكون صحيحة ودقيقة واثق منها. ولا حاجة للحظ. لو اكو حاجه ان شاء الله. ان شاء الله خير. سؤالك يقول:
شيدت أول مدرسة ابتدائية في سامراء والتي تعد من التراث، يعني من تراث المدينة، في عام 1875 للميلاد لو 1881 لو 1900. أول مدرسة ابتدائية في سامراء. 30 ثانية محمد، أكيد ما معاصريها واحتمال ما قاريها، نحتاج الحظ شوية يا محمد. خير الأمور أوسطها، هو منتظر سواها وما نفعت وياه. إن شاء الله تنفع. إن شاء الله تنفع وياه. إن شاء الله تنفع. إذن هو رقم مميز حقيقة، يعني ينقرب من الصوبة نفس الشيء. 1881. كنترول شو تقول؟ يقول إجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد، وخير الأمور أوسطها. وها أنا في وسط جامعة الكفيل وواسط. 10-20. هسه السؤال جماعي. إذا قبل شوية كنا متخوفين ومترددين لأن إحنا المعنيين فقط بالإجابة، هسه نقدر نشارك والمشاورة مهمة بالوصول للإجابة. السؤال يقول: أطلق على الجانب الثاني من مدينة الكوت في العهد الملكي بصوب البرتقال لو صوب الفيصلية لو صوب الملكي؟ صوب الفيصلية. سولفو فيصلية. بثلاثين ثانية حاولوا توصلون للإجابة. صوب الفيصلية إن شاء الله. كأنك قائد المجموعة وفرضت عليهم الإجابة يا موسى. لا تأكد؟ تأكد. الفيصلية. شباب أنتم مقتنعين بالإجابة؟ نعم متأكدين. أها متأكدين شباب، يعني متفقين ويا موسى؟ متفقين إن شاء الله. فيصلية. كنترول الفيصلية، خضرة ولا حمراء؟ خضرة الفيصلية. وإجابة صحيحة، عافية عليكم. 20 درجة من نصيب جامعة واسط. الآن فرصة المنافسة شوية اختلفت، ممكن نطلع من الشوط الأول وإحنا متعادلين، وممكن يصعدون علينا بعشر درجات. تمام؟ إن شاء الله. شو تقولون؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله. سؤالكم يقول: من أهم شخصيات محافظة السماوة وأحد قادة ثورة 20 فيها هو السيد نور السيد عزيز الياسري، السيد محمد سعيد الحبوبي، أم الشيخ شعلان أبو جون؟ 30 ثانية يا شباب. لا. حاولوا توصلون للإجابة الصحيحة. إن شاء الله وصلنا إلى قرار. وصلتوا إلى قرار. يلا منتظر، شنو القرار؟ هالمرة إن شاء الله خير الأمور أوسطها. لا الشيخ شعلان أبو جون. ما أوسطها؟ لا ما أوسطها. ما أوسطها. الشيخ شعلان أبو جون. وثبت على الشيخ. ثبت. الاختيار الثالث. نعم. أنت واقف في النص تجيب الأمور للأوسط. للأوسط. بس هالمرة ما ترحم. لا ما ترحم. يلا كنترول نروح إلى الإجابة الثالثة، والإجابة هي الصحيحة، عافية عليكم. إذن الشيخ شعلان أبو الجون هو الإجابة الصحيحة، وثلاثين نقطة معانا رصيدنا في نهاية الجولة الأولى في هذه المسابقة. شلون المعلومات شباب؟ حلو. حلو. خلونا نتذكر دائما الجولة القادمة قيمة السؤال الواحد 30. هسه هم كل اللي عندهم 30. الجولة الثانية قيمة الواحد سؤال 30. الجولة الثالثة قيمة السؤال 51. وذكروا الفوز هو مهم على مستوى المعنوي وحتى على مستوى الجائزة المقدمة للفرق الثلاث الفائزة في هذه المسابقة. 5 مليون دينار عراقي للفائز الأول، 3 مليون دينار عراقي للفائز الثاني، ومليوني دينار عراقي للفائز الثالث. تمام؟ مستعدين للجولة الثانية؟ إن شاء الله. نروح إلى فاصل مع جمهورنا ومشاهدينا الأحبة. بعد الفاصل راجعين وياكم نكمل حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. فاصل وراجعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا وياكم بعد الفاصل ونكمل وياكم مسابقة معارف التراث. جولتنا اليوم ما بين جامعة الكفيل وجامعة واسط. حصاد الجولة الأولى كانت هي 30 درجة إلى جامعة الكفيل و20 درجة إلى جامعة واسط. راح نكون معاكم في الجولة الثانية من هذه المسابقة بأجواء تنافسية عالية ما بين كلا الفريقين. نتمنى التوفيق لشبابنا في جامعة الكفيل وكذلك في جامعة واسط. نبلش وياكم جامعة واسط ونروح للجولة الثانية وأسئلتها اللي يا رب إن شاء الله تكون مناسبة وممكنة بالنسبة لحضراتكم.
السؤال الأول وياك يا موسى يقول: قصيدة ميمية تضمنت مظلومية أهل البيت عليهم السلام عرفت بالشافية، فمن قائلها؟ هل هو أبو فراس الحمداني أم السيد الحميري أم الكميت بن زيد الأسدي؟ موسى 30 ثانية معك فقط، وإحنا عولنا على الجولة الثانية نعدل درجات. فكر واستثمر وقتك، وأريد منك إجابة قبل انتهاء الوقت. إن شاء الله الكميت بن زيد الأسدي. الكميت بن زيد الأسدي. بن زيد الأسدي. متأكد؟ إن شاء الله. إذا انتهى الوقت ويانا يا موسى، والإجابة الثالثة هي خاطئة للأسف. الكميت بن زيد الأسدي. الأسدي هي إجابة غير صحيحة. الإجابة الصحيحة أبو فراس الحمداني. نتمنى نركز أكثر يا موسى. يلا القادم إن شاء الله يكون أفضل، نحاول نركز ونوصل للإجابات الصحيحة. شبابنا في جامعة الكفيل، نروح وياكم إلى السؤال الخاص بمحمد. جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالك يقول: من أشهر شعراء أهل البيت عليهم السلام في أيام حكم الأمويين ولقب بشاعر الهاشميات، هل هو الكميت بن زيد الأسدي أم الشريف المرتضى أم الفرزدق؟ ركز 30 ثانية معاك إن شاء الله. إجابة على السؤال: الكميت بن زيد الأسدي. عندك معلومة متأكد منها؟ يستبعد الشريف المرتضى باعتباره في زمن العباسيين. زين. وشاعر الكميت مش أهل البيت المعروفين. زين. فأنا أرجح الكميت بن زيد يعني الأسدي. ما عنده شعر في أهل البيت؟ لديه شعر، لكن الكميت كان مشهور بمدح أهل البيت. إذا نثبت على الأول إن شاء الله. كنترول، نشوف الإجابة الأولى. إجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد. رصيدنا صار 60 بفضل إجابتك الصحيحة، عافية عليك ومبارك. يلا شباب، منتظر هنا المهمة صارت غير شكل، نحتاج تركيز ودقة. يلا سؤالك يقول: مدرسة الآخند الكبرى من المدارس الدينية المعروفة، وين تصير هذه المدرسة؟ هل في كربلاء المقدسة أم في النجف الأشرف؟ لو في الكاظمية المقدسة. مدرسة الآخند الكبرى وين؟ 30 ثانية، وهي مدرسة دينية وثلاث مدن دينية أمامك. اختيار صعب. اختيار صعب، لكن عليك إن شاء الله يكون سهل. 30 ثانية متبقي منها 10 ثواني. الله، النجف الأشرف. النجف الأشرف. ضربة حظ، ضربة حظ. نشوف الحظ يا كنترول ويا منتظر شلون يقول، واللي يقول الإجابة صحيحة وعفية عليك يا منتظر. هذا اللي كنا نتمناه. صرنا 50 والجماعة هنا 60، الكفة شوية قريبة. تمام محمد، هنا مسؤوليتك اختلفت بعد، الجماعة بدأوا يسعدون. ها منتظر؟ تمام. يلا نروح إلى سؤالك. سؤالك يقول: أنشئت مكتبة بيت الحكمة في العصر الحديث، لو العباسي لو الأموي. يلا منتظر. استبعد الحديث. زين. وأتوقع العباسي. تتوقع العباسي؟ نعم. بيت الحكمة. نعم، من أشهر المكاتب. زين، ثبت. ثبت إن شاء الله. خير الأمور أبسطها. لا يعني عندي معلومة إن شاء الله العباسي. عندك معلومة إن شاء الله ولا خير الأمور؟ تأكد، منتظر. كلاهما. كلاهما. كنترول، كلاهما نفعت وياك وإجابة صحيحة، عافية عليك يا منتظر. إذن في العصر العباسي هي الإجابة الصحيحة. مبارك، صرنا 90. مركزين شباب؟ يلا نروح وياك يا محمد. سؤالك يقول: مكتبة جد السادة آل الصافي، هل هي مكتبة نجفية قديمة أم مكتبة حلية قديمة أم مكتبة بغدادية قديمة؟ مكتبة آل الصافي، والله تحتاج لها صفنة. ها المشكلة الأسئلة كلها قديمة يعني أسئلة قديمة تراثية. هي المسابقة تراثية. حلوة. حلو. نقول مكتبة حلية قديمة. مكتبة حلية قديمة. الحلة كانت معروفة سابقا، هواي علماء بها، فإن شاء الله يكون آل الصافي من ضمنهم. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. يعني خير الأمور أوسطها. إن شاء الله كليهما. هم كليهما؟ يلا كليهما.
كنترول راح تنفع كليهما؟ يقول ما تنفع كليهما هنا ما تنفع. وين نجف؟ نجف النجف. ايه الإجابة الصحيحة هي النجف الأشرف. يلا نتمنى لكم التوفيق والتعويض في الأسئلة القادمة. خلونا مركزين، الفارق ممكن يتغير بسؤال، في جولة واحدة ممكن تتغير الموازين. محمد، نعم، سؤالك يقول: من هو الخطاط الذي لقب بشيخ الخطاطين العراقيين؟ هل هو نبيل الشريفي أم مهدي الجبوري أم حامد الآمدي؟ إلك علاقة بالخط؟ خطك حلو؟ نوعا ما. نوعا ما حلو. عندك 22 دقيقة متبقية، اعطيني إجابة. أيضا خير الأمور أوسطها. مهدي الجبوري؟ نعم. محمد؟ ثبت. يعني حظ، يعني ما عندك معلومة؟ لا، إذا كنت ذا رأي فكن فيه مقدمة. فكن فيه مقدمة، فإن في هذا الرأي أنت تتردد. وما تتردد انت؟ ما تردد. مهدي الجبوري. ونروح الى مهدي الجبوري وخير الامور اوسطها، وخلينا نشوف الاقدام. والله صح، والله صحيح، عفي عليك، اجابه صحيحه. شوفوا الثقه في الاجابه هي يعني جزء اساسي من الوصول للاجابات الصحيحه. عاشت ايدك محمد، اجابتك صحيحه وصرت 120 نقطه بفضل هذه الثقه واصرارك على الوصول للاجابه الصحيحه. يلا هسه وصلنا للسؤال المشترك شباب. سؤالكم جامعة واسط وياي، سؤالكم يقول: الكتابة التي تنجز بالقصبة مباشرة دون الاستعانة بالأدوات الهندسية والتي أصلها خط الثلث، تعرف بالكتابة الاعتيادية أم الكتابة المنسوبة أم الكتابة الهندسية؟ 30 ثانية تقدرون تفكرون، تسولفون، تستذكرون نماذج معينة، وعسى عسى أن نصير 80 نقطة. ها، إن شاء الله الكتابة المنسوبة. يلا موسى، منسوبة خيار الوسط. منسوبة الوسط، عندكم معلومة؟ قاريها إن شاء الله، يعني نثبت خلاص إن شاء الله. كنترول نروح نثبت على الإجابة الثانية وإجابة صحيحة، عفي عليكم. مبارك، من كان صاحب الإجابة والمقترح؟ موسى. والله موفقين. هو اختصاص ميكانيك. ها، بس الإجابة الإجابة يعني للميكانيك يعني. جيد، يلا تمام، كل التوفيق. المهم صعدنا 80، اللي يهمنا النقاط هنا. تمام، يلا كل التوفيق. نروح إلى جامعة الكفيل، سؤالكم المشترك يقول: السؤال يقول: شباب، شاعر شيعي قال عنه النقاد بأنه أول من أدخل الجدل المنطقي في الشعر العربي، هل هو دعبل الخزاعي أم الكميت بن زيد الأسدي أم أبو فراس الحمداني؟ الأسماء تكررت لكن المضامين والأسئلة اختلفت شباب. خلونا مركزين، 30 ثانية عندنا، خلونا نصل للإجابة الصحيحة. مشترك، تشاورتوا؟ تأكدتوا ولا تفكرون بانفراد؟ 9 ثواني باقية، أحتاج إجابة. إن شاء الله الإجابة تكون الشاعر دعبل الخزاعي. دعبل الخزاعي أول من أدخل الجدل المنطقي في الشعر العربي. كنترول، بما أن الوقت انتهى، الإجابة هي خاطئة للأسف يا محمد. الإجابة ليست دعبل الخزاعي. ما كانت عندكم معلومة؟ لا صح، ما ضربة حظ. الكميت بن زيد الأسدي. استبعدتوا أن تفوزون بنفس الاسم أو بنفس الإجابة في سؤالين صح؟ أنا يعني مطلع على شعر الكوميت، ما صورته. استبعدته. يعني ممكن لأنه فزتوا بأحد الأسئلة بنفس الإجابة؟ لا استبعدته، يعني اطلع على شعر سوى باحق يعني. عموما الإجابة كانت غير موفقة للأسف في هذا السؤال، وبالنتيجة رصيدكم بقى 120 درجة، والشباب رصيدكم 80. إذن الجولة الأولى راح تنتهي، او الجولة الثانية عفوا راح تنتهي بهذه النتائج. نحتاج نكون ان شاء الله مركزين بشكل اكبر، ممكن تتغير النتائج بالجولة الاخيرة وممكن لا، هذا راجع الى ثقتكم واقدامكم، وراجع الى تركيزكم، وايضا حرصكم على الوصول للإجابة الصحيحة، وايضا دعواتكم شباب، وايضا مشاهدينا الاحبة الكرام في كل مكان اكيد يشجعون
متسابقين سواء جامعة الكفيل أو جامعة واسط. نتمنى التوفيق لكل الفريقين. نروح وياكم جمهورنا إلى فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين نكمل معاكم جولاتنا في مسابقة معارف التراث، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بالجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعة واسط وجامعة الكفيل. 120 درجة مقابل 80 درجة لجامعة واسط. شلون راح تكون النتائج في هذه الجولة؟ الأمر متروك لما تبقى من وقت هذه المسابقة ومن الأسئلة المتبقية، 4 أسئلة إلى جامعة الكفيل وكذلك إلى جامعة واسط. قيمة السؤال الواحد 50 درجة، يعني 200 درجة بانتظار كل فريق، وممكن هذه 200 كل شيء تسوي. صح شباب؟ صحيح. متفقين؟ يلا البداية وياكم جامعة واسط مثل ما بدينا وأصحاب خطوة، ونبلش وياكم ونبلش ويا موسى تحديدا بالجولة الثالثة. وسؤالك يقول يا موسى، العلامة أحمد بن فهد الأسدي الحلي له شهرة كبيرة في علمي الأصول والفقه، يقع مرقده في كربلاء المقدسة لو الحل الفيحاء لو النجف الأشرف. 30 ثانية، أنت من واسط لكن تحتاج تركز وتوصل للإجابة الصحيحة. جماعة جامعة الكفيل يقولون هذا السؤال ليش مو إنه؟ إن شاء الله النجف الأشرف. النجف الأشرف إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. ثبت على الإجابة؟ ثبت. أوكي الوقت نتحدث. إذا نثبت على النجف الأشرف والإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الكربلاء المقدسة يا موسى. حاولت أساعد يعني بشكل غير مباشر لكن نتمنى التوفيق. يلا يا شبابنا جامعة الكفيل، السؤال لك يا محمد. يقول حميد بن زياد النينوي الكوفي من أكابر المحدثين، توفي سنة 310 للهجرة ودفن في الكوفة لو المدينة المنورة لو كربلاء المقدسة. 30 ثانية بلشت وياك يا محمد، كون دقيق وركز وانطيني إجابة قبل أن ينتهي الوقت. ننتظر الإجابة. إن شاء الله المدينة المنورة. المدينة المنورة. متأكد يا محمد؟ إن شاء الله. إن شاء الله ضربة حظ؟ إن شاء الله. ضربة حظ. كنترول. يقول المدينة المنورة ما أدري عنده 120 يقول مسيطرين. للأسف الإجابة خاطئة يا محمد. الإجابة الصحيحة هي كربلاء المقدسة. يلا نبقى باستعدادنا ومعنوياتنا العالية ونكمل ويا مشاهدينا الأحبة الكرام ويا حضراتكم، ونروح للسؤال الثاني ويا منتظر ويا جامعة واسط. السؤال إليك يا منتظر يقول من مشايخ الإجازة ألف وأجاز كثيرا من الأعلام، منها إجازة للسيد جمال الدين حسن بن إبراهيم بن أبي شبانة لرواية كتاب تحرير الأحكام الشرعية للعلامة الحلي، هل هو من هو هذا؟ هل هو السيد محمد بن أحمد الحسيني أم الميرزا محمد مهدي الأصفهاني أم الشيخ محمد باقر بن محمد باقر الهزار؟ من هو؟ منتظر ركز، إذا ما عندك معلومة حاول تربط توصل تستذكر ما أعرف. أريد إجابة صحيحة وأتمنى تعدل درجاتكم. 50 ممكن تعادلكم ويا جامعة الكفيل. وتبقي وقت خلص. الاختيار الأول؟ إن شاء الله. الاختيار الأول كنترول السيد محمد بن أحمد الحسيني. الإجابة صحيحة، عافية عليك يا منتظر. شلون وصلت الإجابة؟ أنا قارئ عليه محمد بن أحمد. قارئ عليه. إيه. بس فرحت بالإجابة؟ فرحت بالإجابة؟ كنت خايف؟ إيه حسيت تحدي قوي؟ ايه ها؟ صحيح. تمام. يلا نروح إلى منو؟ منتظر. منتظر، جاهز منتظر ها؟ إن شاء الله. جماعة صاروا 130 وأنتم بعدكم 120. هنا قلنا الجولة الثالثة المقاييس بها تختلف شباب. سؤالك يقول من أعيان الماء 13 وأصله من سلماس، ترجم له السيد أحمد الأشكوري في كتابه تراجم الرجال، هل هو السيد محمد بن علي بن محمد محسن الحسيني أم الشيخ
مالك أو ملك محمد الخوانساري أم الشيخ محمد علي بن محمد كاظم التبريزي؟ 30 ثانية كذلك. السؤال قد يكون مشابه للسؤال القبل من حيث نوعية الأسئلة فيحتاج إلى تركيز ودقة حتى نشوف الإجابة الصحيحة. الاختيار الأخير. الاختيار الأخير الشيخ محمد بن علي بن محمد كاظم التبريزي. متأكد منتظر؟ ضربة حظ. ضربة حظ، حلو جيد. كنترول وانتظر يذهب مع ضربة حظ. والضربة حظ حلوة وإجابة صحيحة، عافية عليك. الحمد لله. متوعدين بشيء أنتوا؟ لا يعني إذا واحد خسركم إذا واحد فوزكم لو قلتوا انطبوا الله كريم. الله كريم. الله كريم. ها يعني الفايز ما عليه شيء. لا لا جيد. نرجع لمحمد جماعة طب الأسنان. نعم. شلونكم؟ خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. على طب الأسنان؟ والله ما أدري، ما أعتقد. يلا محمد سؤالك يقول: تاج الفضلاء، تاج الفضلاء لقب يطلق على أرباب العلماء أو على أرباب الأقلام أو على أرباب القراء. تاج الفضلاء على من يطلق؟ 30 ثانية يا محمد، أريد إجابة. عندكم 130، أما تحافظ على مستوى التقدم أو لا؟ إن شاء الله الخيار الأول، أرباب العلماء. أرباب العلماء، عندك 10 ثواني بعد. ثبت؟ إن شاء الله نثبت. إذا نثبت. أرباب العلماء كنترول، إجابة خاطئة للأسف. الإجابة الصحيحة هي أرباب الأقلام. ضربة حظ أنت قلت ها؟ إيه طبعا الأقلام أكثر واحد استبعدته. أكثر واحد استبعدته؟ إيه. قلت لو القراء لو العلماء. إيه. الحمد لله. شفت؟ إيه القلم سلاح قوي. كلك خير الأمور أوسطها ما اقتنعت. يلا كل التوفيق إن شاء الله. نروح لمحمد. محمد من الجانب الآخر جامعة الكفيل. سؤالك يقول: ما المقصود بإجازة المناولة؟ إجازة المناولة، هل أن يسمح الشيخ للطالب بقراءة كتابه أم يسمح الشيخ للطالب برواية كتابه أم أن يعطي الشيخ للطالب أصل كتابة أو نسخة مقابلة منه؟ شنو مقصود بإجازة المناولة؟ 30 ثانية لا غيرها، بقى منها 18. يلا يا محمد عندكم 170. إن شاء الله الخيار الثالث. الخيار الثالث أن يعطي الشيخ للطالب أصل كتابة أو نسخة مقابلة منه. كنترول، إجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد. مبارك، 50 نقطة إضافية وصرنا 220 نقطة جامعة الكفيل، 130 نقطة جامعة واسط. لحد هنا عندنا بعد سؤال بسؤال، تمام؟ خلونا مركزين، النقاط تفيدنا لأنه إحنا بعدنا بدور المجموعات وراح نلتقي وممكن نلتقي مرة ثانية وثالثة. خلونا مركزين، خلونا محافظين على إصرارنا. السؤال يقول: السيد إبراهيم الحسيني الطوسي المشهدي المتوفى سنة 1012 للهجرة من مدرسي الحضرة الرضوية المقدسة والمدفونين بها، من آثاره الرسالة الجهادية، الرسالة النيروزية أو الرسالة الصلاتية. 30 ثانية فقط معاكم، تقدرون تشاورون وتوصلون الإجابة الصحيحة. فرصة ممكن نصير 180 وبالنتيجة نكون أقرب. كل ما حصلنا نقاط أكثر كل ما فاتتنا بالتصفيات. إن شاء الله الرسالة النيروزية. الرسالة النيروزية. النيروزية. إذن الإجابة صحيحة، وعفي عليك يا محمد. إجابة دقيقة وموفقة، وصلتوا لها بشكل مشترك لو شلون؟ استنتاج يعني. استنتاج إنه استنتاج. بإيران عندهم نيروز هو. ها بإيران عندهم نيروز. عيد نيروز، حلو. زين. يلا حلو، المهم إحنا الاستنتاج وصلنا إلى نقاط وإلى إجابة صحيحة. خلاص شلون ما نستنتج؟ خلنا نستنتج. إجابة صحيحة و180 درجة، مبارك لكم. كل التوفيق جامعة واسط، جامعة الكفيل. عندكم 120
وبانتظاركم 50، أما تحصلوها أو لا. السؤال يقول: من الآثار المخطوطة للسيد جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري المتوفى سنة 1321 للهجرة كتاب في علم الأصول، ما هذا الكتاب؟ هل هو مفاتيح الأصول أم قوانين الأصول أم المصابيح في علم الأصول؟ 30 ثانية سولفوا. سيد محمد اتاحت من العرب يلا تصير 270 لو نبقى 220. إجابة: المصابيح في علم الأصول. المصابيح في علم الأصول الإجابة الأخيرة. كنترول. الإجابة صحيحة وصرنا 270. رافع عليكم شباب، كل التوفيق، كنتوا دقيقين وحريصين ومتفائلين إن شاء الله، والتفاؤل أدى بكم إلى 270 نقطة في ختام الجولة الثالثة. الحمد لله، كل التوفيق، مبارك. الحمد لله. أيضا شبابنا الأعزاء 180 نقطة هي رصيد جيد أيضا في ختام الحلقة، وهذا الرصيد ممكن يأهلكم إلى اللقاء أيضا مرة ثانية وثالثة معنا في هذه المسابقة ضمن مسابقة معارف التراث وضمن هذه التصفيات. شكرا لوقوفكم وأيضا جهودكم في الوصول لهذه الإجابات. شكرا لكم أيضا شباب لدقتكم بالأسئلة والإجابات عليها، والشكر موصول لحضراتكم أيضا مشاهدين الأحبة في كل مكان وأنتم تتابعون مسابقة معارف التراث. أكيد ما ناسيكم، لأن أنتم جزء من هذه المسابقة بل جزء أساسي منها، وإحنا أيضا ما ناسيكم بجوائز قيمة خصصت لمشاهدين الأحبة الكرام في كل مكان يتابعون بي. عندنا ثلاث جوائز وثلاث جوائز قيمة. جائزة الأولى الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء العمرة. الجائزة الثانية الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، والجائزة الثالثة هي الذهاب إلى مرقد السيدة زينب عليها السلام. كل هذه مقابل أن تجاوبون صح على سؤال الرسائل الذي مخصص لحضراتكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج من خلال الرقم الظاهر أسفل الشاشة. سؤالنا يقول: مشاهدينا الكرام، مجلة رسالة الشرق من المجلات التاريخية في مدينة كربلاء المقدسة، صدرت في سنة 1954 للميلاد، صاحبها ورئيس تحريرها هو. صاحب هذه المجلة ورئيس تحريرها هو من؟ ننتظر منكم الإجابة على هذا السؤال من خلال إرسالها على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله تكونون من الفائزين معنا بإحدى الجوائز الثلاث المخصصة لمشاهدينا الكرام في نهاية هذا الموسم. شكرا لكم لطيب المتابعة أيها الأحبة الكرام، شكرا لكم فريقنا فريق جامعة الكفيل، كذلك فريقنا فريق جامعة واسط، شكرا لحضوركم ووصولكم أيضا إلى هذه المسابقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة الكرام، نلتقيكم في حلقة قادمة في مسابقة معارف التراث، على أمل أن نلتقي إن شاء الله معا في حلقة جديدة ومتسابقين جدد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.